عم يمثلنا، وبتمنى تكون سنة خير على الجميع، على الوطن، على كل الأهل والأحباب. احتفالية بمناسبة 8 آذار، كنا حابين بها الاحتفالية نفرح شوي المرأة، صار عندها معاناة كتير بسبب الظروف والضغط والحالة النفسية والحالة الاقتصادية، وحبينا نعمل البهجة والسرور لقلب النساء بالمنطقة، وحاب أنه أقدم تهاني لجميع نساء العالم. عم بتعبر فيها عن تراث المرأة، عم تطالع تراث المرأة، فلكلور المرأة، وخاصة تراث المرأة الكوبانية. وبعدين في فقرات، في طبخات فلكلورية خاصة بأهل كوباني، هي كمان هلا رح يقدموها بقى.